مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذ احمد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا، خليني هرجع لاجتماع النهارده ولكن ابدا من 7 سنوات، 2014 المواطن المصري، 2014 المواطن المصري، 2021 ايه التغير اللي حصل؟ يعني بيتهيألي المواطن هيكون اقدر لي يعني شرح هذا التغير، باعتبار ان انا مسؤول في الحكومه، ممكن يعني نظرتي ما تكونش يعني محايده ولا لا. نظره حضرتك محايده بالارقام، خلينا الارقام. يعني انا يعني مواطن بقى مش كمسؤول، انت النهارده عندك دوله ومؤسسات دوله، ودوله النهارده بتعمل لها حساب، ودوله بقى لها ثقل، لها كلمه، ويعني اعتقد وقدرت توفر لمواطنينها الامان داخل الدوله وعلى حدود الدوله، والدوله دي قدرت انها في خلال ال7 سنين دي تحل مشاكل مستعصيه للمواطنين، راسها الكهرباء والغاز و السكن الاجتماعي وتوفير السلع واستقرار اسعارها، توفير العمله الصعبه في البنوك، وايضا شبكه طرق وكباري وانفاق ومشروعات ضخمه وما الى ذلك. دوله قدرت ان هي يعني تاخد الاقتصاد بتاعها من اقتصاد دخل حاله الافلاس والانهيار الى دوله اقتصادها النهارده بيضرب به المثل في يعني حالة الانضباط وحالة يعني الحالة الصحية اللي هو عليها. دولة يعني كانت مهلهلة إلى دولة النهاردة بيتعجب الكثير مما يعني تفعله ومما تنجزه. كنت أتكلم على معدلات نمو 1 و2 و2.5 و3، بقيت قبل كورونا وصلت يعني 5 و6، وكنت مستهدف رايح لتعدي 6%. كان عندك عجز 13% في الموازنة، يعني النهاردة بتتكلم انك لولا كورونا كنت تبقى تحت 5%. كان عندك دايما عجز اولي، يعني ايراداتك ما كانتش كافية، مصروفاتك فبتستلف عشان تدفع مرتبات ومعاشات، بقيت عندك فائض اولي، يعني ايراداتك عمالة تغطي كل مصروفاتك وبيفيد معاك شوية إيرادات تقدر تسدد بيهم جزء من أعباء الديون بتاعتك. فبقيت من الدول اللي أرقامها بينظر إليها، دولة في حالة صحية. أنا أعتقد يعني مع كمان الإصلاحات اللي بتتم في مجال الصحة، وبلد كانت بتعاني من فيروس سي كان بيفتك بمواطنينها، الى دوله قدرت النهارده الحمد لله تتخلص من فيروس دي وقوائم الانتظار في العمليات، قدرت ان هي في ظل جائحه كورونا اللي هزت يعني الخدمات الصحيه لعديد من الدول، قدرت انها تتعامل معها يعني خلينا نقول كمان لله وحده، لكن اجتهدنا على قد ما قدرنا وظروفنا انه نتعامل معها، والحمد لله يعني ربنا يخرجنا منها على خير. برضو شغالة في تجربة تطوير التعليم وتحسينه، وبتتوسع في الجامعات التعليم العالي عشان تستوعب عدد كبير، مشروعات ضخمة في كل مكان في كل المجالات عشان معدلات نمو وتشغيل وتحسين حياة الناس، مشاريع ضخمة جدا في مجال مثلا الريف المصري، داخلين في مشروع يعني من 600 ل 700 وقد يصل ل 800 مليار جنيه، ما كانتش دوله تقدر تعمل الكلام ده لولا ان يكون عندها قدرات. الناس شايفه في الشوارع اللي بيحصل، مشاريع قناه السويس الثانيه اتعملت في سنه، انفاق تحت القناه، كباري فوق القناه، مدن جديده، بتتكلم على 15 مدينه في نفس الوقت مع عاصمه جديده، مع قدرات لدوله كانت بتقعد الكوبري عبال ما تنفذه 5 6 7 سنين، النهارده الكوبري بيتنفس في 3 4 5 6 شهور، اتعمل كوبري واتعمل مشاريع في مجال النقل، تطوير السكه الحديد، المونوريل، القطار الكهربائي، امتداد المترو، مشاريع في مجال تحليه مياه البحر، مشاريع في مجال
شبكات الميه ومشاريع الصرف الصحي ماشيه بمعدلات يعني بكل المقاييس العالميه شيء كبير. اكبر محطه لانتاج كهرباء من الطاقه الشمسيه في العالم عند مصر، حتى على المجال السياحي كميه المتاحف اللي بتتفتح وبينفق عليها في المجال الثقافي، استضافت في المجال الرياضي احداث عالميه يعني في ظروف كورونا كتير من دول العالم لا تستطيع ان تعمل الكلام ده. النهارده في 7 سنين انت خدت دوله مهلهله، دوله النهارده ماشيه في طريق ربنا يكرم مصر ونكمل في الطريق، لانه يعني 7 سنين دول وربنا يكرمنا ان شاء الله في 7 سنين كمان زيهم هياخدوا البلد دي وشعبها دي يعني منطقه ثانيه مختلفه تماما. وانا اعتقد انه كنا دايما بنتكلم ونقول ايه، كنا بدانا مع كوريا، ده احنا بدانا مع سنغافوره، ده احنا بدانا مع، طب اهو بدانا اهو، خلينا نكمل عشان نوصل لكوريا ونوصل لسنغافوره ونوصل ونعدي، لازم نكمل، لانه مشكلتنا انه يعني يعني محتاجين نبقى دايما محتفظين بالامل ومحتفظين بالقدره على ان نكمل عشان نوصل، عشان نوصل ونحقق اللي هو دايما كنا بنحلم بيه. النهارده بتشوف يعني بتغير وجه مصر في كل مجالاتها واخد حضرتك يعني، وتغيير بلد زي مصر، تغيير وجه الحياه فيها لشعب 100 مليون ولا 103 مليون مش عمليه سهله ومش عمليه بتتم بتاع، في ظل انك انت واخد وضع اقتصاديا منهار يعني وامنيا منهار وبنيه تحتيه حالتها صعبه جدا جدا جدا. الدليل شوف كم ساعه بتقطع عندك الكهرباء، الدليل كنت بتقف على محطات البنزين وعشان السولر والبنزين كم ساعه، الدليل كانت السلع اللي ناقصه في الاسواق قد ايه واسعارها كانت ماشيه ازاي، الدليل كان اللي محتاج عمله صعبه من البنوك بيقف في الطوابير قد ايه ومش متوفره والسوق السوداء ومفيش عمله عشان نجيب ادويه للناس وتاثر على القمح وتاثر على المواد البتروليه نجيبها والكلام ده كله، الكلام ده كله عشناه. النهارده لما نقارن ونقول طب احنا فين النهارده من 7 سنين فاتت، نقول ده نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا كرمنا وحفظ مصر ويعني يعني ربنا يا رب يمكن القياده الواعيه الفاهمه اللي قادره في هذا المنطقه وفي هذا الوضع، احنا عايشين في منطقه يعني غايه في الصعوبه، غايه في التحديات على كل الحدود وكل المناطق، نبص حوالينا نلاقي يعني وضع امني يعني صعب بيكلفنا احنا وبيكلفنا اعباء مش قليله عشان نحفظ الامن لشعبنا داخل البلد وعلى حدود البلد نتيجه لهذه الاوضاع اللي موجوده في المنطقه في الدول اللي جنبنا، اللي هم النهارده ما بيقابلونا يقولوا لنا حافظوا على النعمه اللي ربنا اداها لكم، لانه ما بيحسش بالنعمه الا اللي فقدها، فانتوا ربنا سبحانه وتعالى كرمكم بنعمه حافظوا عليها، حافظوا عليها عشان لما بتضيع ما بترجعش بسهوله، فربنا يا رب ييسرها ويكرمنا ونكمل وان شاء الله باذن الله يكرم مصر واهلها وشعبها. سياده الوزير جمله في يعني بترن لحد دلوقتي من ساعه ما سيادتك قلتها لي في حوار سابق، انه كنا بندور على 15 مليون دولار نجيب دواء مش لاقيينهم. الو بقول لحضرتك سياده الوزير، حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك، سامعني انت؟ يا فندم سامع سيادتك يا فندم. انا كنت بعمل مساعد اول وزير الصحه ايام ما كان الدكتور عادل عدوي وزير الصحه وكان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزاره، ويعني كان دواء فيروس سي بنجيبه يعني شحنه بشحنه كده من الشركه الامريكيه، وجينا في يوم الدواء موجود في مطار القاهره بس مش هيطلع الا انه نبعت للشركه انه تم تحويل ثمن الشحنه ل 15 مليون دولار. انا كلمت يعني يا جماعه احنا محتاجين 15 مليون دولار، وكلمت البنك
للأسف الشديد في هذا اليوم وكان في رمضان في عام 2014 أو 15 فاكر يعني ما يعني ما قدرناش ندخل على 15 مليون دولار. وكلمت ساعتها قعد عنده قلت له للأسف مش قادر أدبر 15 مليون دولار عشان أفرج عن وده معناه بكرة فيروس دي الناس بتروح المراكز عشان تاخد الجرعة لأنها جرعات متعددة وده معناه أنه لو ما خدوش الجرعة دي يبقى كل الجرعات اللي فاتت اللي دفعنا فيها برضو ملايين دولارات أصبح عديمة يعني وبالتالي مشكلة. فساعتها قال لي ما فيش غير أن نكلم دولة رئيس الوزارة وبالفعل كلمت دولة رئيس الوزارة المهندس قايم بحلب قلت له مش لاقي 15 مليون دولار عشان دواء فيروس سي وبكرة المصريين اللي عندهم فيروس سي هيروحوا المراكز مش هيلاقوا دواء. فده كان مثال وأنا عشت أكتر من كده. يمكن أنا بعدها جيت وزارة المالية وكنا ما فيش العملة الصعبة عشان القمح يعني كانت يعني الأمور بتتعقد أكتر وأكتر يعني لا طبعا مرينا بظروف صعبة ويعني أيام عصيبة لأنه يعني حاجة الناس بتتكلم على الدواء وبتتكلم على قمح وبتتكلم على منتجات بترولية وبتتكلم سلع ضرورية المصريين كانوا بيخشوا السوبر ماركت يلاقوا الغرفة فاضية وده لازم نتذكرها صح. الناس كانت بدأت تخش السوبر ماركت تلاقي الغرفة فاضية الله فين الجبن فين مش عارف ايه فين ده فين ده اصل العملة الصعبة مش متوفرة ومؤثرة على كل حاجة وبتاع. فعشان كده لا طبعا احنا مرينا بأوضاع اقتصادية ده انا فاكر كويس جدا احنا عادة لما بنستورد القمح القمح بيوصلنا وبعد كده بنعمل التحويلات لا في وقتها بقى بدأ الموردين يقول لك لا انتوا احوالكم يعني مش كويسة انتوا تبعتوا لنا الاول الفلوس نبعت لكم القمح يعني بدأوا يعني بتاع. وكان دايما اقول انه اكتر ناس بيزورونا في وزارة المالية هم سفراء الدول الاجنبية ليه يا جماعة يعني او ليه يعني بسيطة الشركات بتاعتهم لها مستحقات ماليه ومتاخره فبيجي السفراء يكلمونا والشركات بتاعتنا تاخد فلوسها امتى وكده. الكلام ده كله بقوله عشان يمكن يعني زي ما حضرتك بدات في الاول انا كمواطن انا شاهد على العصر انا شاهد على العصر وشاهدت عليه كمسؤول كمان فعشان كده بقول الحمد لله ربنا يكرمنا وبلدنا تكبر واكبر واكتر وبلدنا تبقى في وضع كلنا عمالين بنقول شوف زمان مصر كانت ايه شوف كانت جميله ازاي شوف كان ازاي مصر في وضع اقتصادي شوف كانت مصر مدينه الموضه وكل كان بيحلم يجي يزور مصر احنا عاوزين نرجعها كده عاوزين نشتغل كلنا وعاوزين نبذل كلنا جهد عشان اصلا ما مش هترجع بالكلام هي مش هترجع صحيح. هترجع بالجهد وهترجع نعم. بالتعب وهترجع بالمصابره وهترجع بان نغير احوالنا ويعني نجتهد على قد ما ربنا يدينا علشان اللي بنتمناه يتحقق لانه اللي بنتمناه عمره ما يتحقق بالكلام لكنه بالمجهود. سيادة الوزير المؤسسات الدولية في الوقت اللي سيادتك بتتكلم عليه كانوا نظرتهم ايه لينا؟ اقول لحضرتك انا فاكر كويس جدا الاو سي دي اللي هي منظمة الامن والتعاون الاقتصادي كانت حطانا في الدول اللي ممنوع الاستثمار فيها. ممنوع في كاتيجوري كده خطورة عالية. يعني انت ممكن لو رحت السفر مش هتاخد انت كان تصنيفك الائتماني مع مؤسسة التصنيف الدولية يعني اسوأ حاجة بيسموها تريبل سي يعني سي سي يعني انت في الحضيض فطبعا كل ده حتى الدول ما كنا نيجي تعالى نقول لك بصوا بقى انتوا احوالكم صعبة انتوا حاولوا تروحوا تحلوا احوالكم وبعد كده تعالوا يعني عشان كده يعني القرار بتاخد بتاع الاصلاح الاقتصادي 3 نوفمبر 16 قرار تاريخي قرار تاريخي ليه؟ لانه مش اي حد يقدر ياخد قرار زي كده يعني لو خايف وقلقان يعني من رد الفعل وبتاع ليه؟ لانه فعلا يعني ممكن يعني الشعب لا يتقبل الاصلاح وخاصه الاصلاح كان له قلق مؤلم يعني صعب فهو ربنا سبحانه وتعالى كرمنا
القائد اللي قبل ان هو ياخد القرار الصعب ويتحمل تبعاته، والشعب العظيم اللي هو قبل التحدي وقبل ان هو يتحمل تبعات اصلاح اقتصادي صعب. اللي بيضرب بيه المثل دلوقتي اي حد يقول لك ايه، طب ما تعملوا اصلاح اقتصادي اللي عملته مصر. انا بقول مستحيل ان يعني حد يعمل اصلاح اقتصادي اللي عملته مصر، لانه ممكن ما تلاقيش القائد اللي عنده استعداد يتحمل المسؤوليه دي، او ما تلاقيش الشعب عنده استعداد يتحمل يعني تبعات هذا الاصلاح الاقتصادي. يعني ربنا سبحانه يعني وتعالى التجربه فضل سياده الوزير فضل ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بالحاجتين. وانا كنت بيتم تكريمي في واشنطن كاحسن وزير ماليه يعني في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبتاع، قلت لهم الصراحه وزير الماليه مش هو اللي يكرم، واللي يكرم القائد وتحمل تبعاته، والشعب اللي هو قبل ان هو يتحمل تبعات هذا الاصلاح. يعني فعلا ده الحقيقه يعني سياده الوزير. يعني حضرتك بتتكلم على تجربه مصر النهارده بقت ملهمه، او الناس يعني شوفوا مصر عملت يعملوا زيها. والله ده اللي قالته رئيس الصندوق النقد الدولي، قالت مصر هي نجمة في سماء الاصلاح الاقتصادي في العالم. ومصر وقالوا يعني كتير جدا من الدول دلوقتي لها مشاكل يقولوا كده، يقولوا طب ما تشوفوا مصر عملت ايه وتعملوا زيها. ما هي مصر كانت فين ودلوقتي مصر فين؟ فكتير من الدول في المنطقة اللي هي النهارده عندها مشاكل يتقال لها كده، ويتقال لها طب اقعدوا بقى. يعني انا فاكر كويس جدا من فترة يعني كلمني وزير المالية في باكستان وقال لي عاوز اعرف تجربتكم. ويعني برضو مع شقيقي وزير المالية في السودان قال لي تعالى اقعد مع الوزراء واتكلم معاهم عن تجربتكم في الاصلاح الاقتصادي. وبالفعل رحت، وبالفعل يعني كل اشقاء الوزراء في الحكومة السودانية تقابلنا معاهم وقعدنا وشرحنا واتكلمنا وقلنا يعني عملنا ايه وتبعاته ايه وده محتاج ايه عشان ينجح وكده. اتكلمنا مع برضه في عديد من الدول حتى بدون ذكر الاسماء، الدول طلب مننا ان احنا يعني نقول تجربتنا ونقول عملنا ايه والمعاناه اللي عانيناها وازاي قدرنا نتحرك وازاي قدرنا ان احنا نحقق ده. فده الواقع يعني بصراحه. سيادة الوزير، المواطن في الفترة دي ايه كان، او اقصد الموظفين داخل الناس كان ايه وبقى ايه النهاردة؟ ايه الطفرة اللي حصلت في الفترة دي؟ يعني انا اقدر اقول لحضرتك انه يعني لو انت بتقسها بارقام واقول لك والله ده الاجر الضاعف او بقى ثلاث اضعاف والكلام ده، انا بعتبر ان ده مش المعيار الموضوعي للحكم على الاشياء. ليه؟ لانه في دول معينه موجوده في المنطقه ونقدر نبص ونشوف اتضربت مش في 3 او 2، لا اتضربت في 10 و15 و20. طب التضخم رايح فين؟ التضخم راح فين؟ السلع متوفره ولا مش متوفره؟ ما هي العمليه مش عمليه انك تديني ورق، العمليه مش عمليه ان انا ادي ورق، العمليه عمليه ادي اللي هو يقدر يترجم في كمية من السلع والخدمات. أولا السلع والخدمات تبقى متوفرة، لأنه أنت حضرتك مثال ممكن دواء بجنيه، بس تخيل لو إنه مش موجود هتتجنن تجيبه ولو بمية جنيه. نعم، لأنك محتاجه. فالقضية رقم واحد هي الإتاحية، المتاحة، حاجة تبقى موجودة ومتوفرة. حاجة التانية إنه يعني الأسعار، وده المتاح حضرتك بتقول إنه في إتاحة بسعر يبقى معاد. النقطتين دول مهمين جدا. ولما بتحصل ولما بيحصل الاوضاع تبقى يعني بتكعبل كده وبتاع، تبص اول حاجه تبدا السلع تقل، تاني حاجه تبدا الاسعار تتحرك بقى ايه بطريقه عشوائيه، تالت حاجه تبص تلاقي كميه النقد اللي في ايدك بقى يعني تحط عليه علامات استفهام. هو ده لا جدال احنا عانينا من ده، لا جدال احنا مرينا بده. احنا مرينا بده لما الدولار ماشي بطريقته بقى وبطرق البتاع في السوق مش عارف ايه، فانعكس ده في اسعار السلع انها كانت بتاع. الحاجه الثانيه انها مش موجوده، ان الحاجه بدات تختفي. عملت اصلاح اقتصادي
طبعا كان ليه اثار في التضخم، التضخم عالي. بس تعال اتفرج دلوقتي بعد ما بدات الاثار بتاعت اتكلم النهارده على تضخم 4-5 وكده. اذا لما اجي ادي للناس زياده 10% واخد بقى حاجه 11% 9% انا بدي فوق التضخم، وبالتالي ده يبدا يحسن مستوى الناس. انما لو انا بدي لك 15% والتضخم 20% 18% انا ما بديلكش زياده حقيقيه. فعشان كده العمليه انا بقول انه اللي حصل بقى الاصلاح في موضوع الاجور موضوع المعاشات، لانه بدانا بقى ايه نركز في نعوض عن الفتره اللي كان فيها الدنيا ملخبطه، وكانت ملخبطه علينا كلنا، ملخبطه على المواطن وملخبطه كلنا. يعني عشان برضو ايه يعني ما يتبصش على ان الدوله كان عندها وكان راس وكانت منعها عن الناس، لا 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 لا، الدوله كانت متلخبطه زي الناس، بل بالعكس هي لخبطت الدوله هي اللي لخبطت حياتها. عشان كده لما الدوله اتظبطت والدوله بدات تمشي في طريق سليم بدا الناس يحس. وبعدين العمليه مش بس ادي لك مرتب، ما انا ممكن ادي لك مرتب لكنه المرتب عمال بيستهلك في حاجات لدرجة انه انت برضو مش لكن زي مشروع الشامل ده اللي بدأناه في بورسعيد وان شاء الله في شهر 7 داخل الاقصر وكده وبعدها داخل الاسماعيلية وبتاع تأمين طيب صحي. ما انا بوفر لك خدمات صحية انت ممكن تكون النهاردة بتطلعها من جيبك. يبقى انا كمان يعني قدرت اقول لك لا دي خلاص خلي الفلوس بتاعتها في جيبك انت هتاخد دي لانه وفرناها واخد بعدك. لكن طبعا عاوزين نقول انه عشان تتكلم كلام وردي وبتاع ما زلنا في مرحله تطلب مننا ان احنا نكمل، وما زلنا في مرحله تطلب مننا ان احنا يعني نستمر. تقول لي طب انا استمر لو اكمل ليه؟ ما احنا مش بنبنيها لينا بس، احنا بنبنيها لينا ولاولادنا ولاحفادنا. طيب احنا كنا بنعاني النهارده لانها اتلخبطت في الماضي، طب ما تعالى بقى نصلحها ونسيبها لنا على قد ما نقدر بتصلحها وبتتحسن وبتاع، على الاقل الاجيال اللي جايه بعد كده يقولوا والله اللي قبلنا دول اجتهدوا وعملوا وصلحوا وطوروا وسابوها لنا افضل مما استلموها. هل سياده الوزير في اي يعني فواتير الناس هتتحملها في الفتره القادمه في اي اجراءات في اي اصلاحات اخرى هيكليه او غير هيكليه؟ بصراحه بص يا استاذ احمد احنا يعني حاسسين في انه بقدر الامكان بقدر الامكان انه لما بندي زيادات الناس بتستفيد بيها، وبقدر الامكان ان احنا لو حتى بننمي موارد الدوله نحاول بقدر الامكان نبعد عن الحاجه اللي هي بتمس احتياجات الناس الاساسيه وكمان الحاجه اللي يكون ليها اثار يعني حساسين لده ومدركين لده وانه ما نزودش اماس. يعني عاوز اقول لحضرتك على حاجه انه مثلا احنا كنا الاول بندي علاوه دوريه حبها الادنى ويعني فوقها 100 جنيه او 150 جنيه، احنا مثلا السنه دي ان شاء الله باذن الله بندي زيادات حدها 250 جنيه ورايحه لغايه 650، قول بعد الضرائب والتامينات هتشيل من 15 ل 20% من طفي معاك واخد بالك. يعني احنا حابين ان ده يبقى زياده في جيوب الناس. ما اقدرش انكر انه احنا بقدر الامكان زي ما عملنا في السنه الماليه اللي هي شغاله لكن دي في 30/6 يعني نمينا موارد بطريقه غير مباشره بقدر الامكان بطريقه غير مباشره. ننمي دخل الناس على قد ما نقدر وفي نفس الوقت نحط الدوله مره تانية ما تتكعبلش تاني، مره تانية ما يبقاش عندها عجوزات تضخم تاني او تاثر على السلع والخدمات، مره تانية انه ما نرجعش الناس تعيش في عشوائيات، ما نرجعش الناس يبقى الصرف والميه والكلام ده كله بتاع يعني بنحاول انه توصل لعمليه صحي تخلي البلد واقتصادها ماشي في طريق سليم واحوال المعيشيه للناس ماشيه في طريق سليم. السلع لما تتوافر واسعارها تبقى مستقره ما هو ده في صالح الناس، ما هو ده برضه في صالح الناس ويحافظ له على اي زيادات في المرتب انه مردودها ايجابي على كميه السلع والخدمات اللي بياخدها. قيمه الزيادات القادمه قد ايه؟
يعني احنا بالنسبه لموظفين الدوله الحد الادنى 250 جنيه للدرجه السادسه اللي هو يبدا من الدرجه السادسه، بعد كده بتتزايد بقى مع الدرجات حسب، يعني مثلا ممكن اعلى درجه مثلا وكيل وزاره يعني ممكن توصل 650، هيشيل بقى مثلا 20% بتوع الضرائب والتامينات والباقي يبقى ده الصف الجيب. يعني 650 دول يبقوا تقريبا كام؟ يعني لو بشيل منهم 130 يبقى معاه الصافي 520 مثلا. نعم. طيب ده بيكلفنا قد ايه؟ كل ده على بعض الحسبة على بعضها يعني رقم. احنا عندنا في زيادات للمرتبات متضمنه كمان الناس المستحقه الترقيات تاخدها المستحقه في 30/6 في التكلفه على الموازنه في حدود 28 مليار. عندنا في زيادات المعاشات ودي 100% على قيمه اجمالي المعاش المستحق 30/6 يبداوا يصرفوها في 1/7 ودي تكلفتها مقدره 31 مليار. هايل. طيب الشريحه الجديده هل خدناها ولا لسه هناخدها؟ ان شاء الله الشهر ده باذن الله. اللي هي كام؟ 1.5 1.6 1.7 1.6 1.6 من 10. نعم. دي اخر حاجه الصندوق ولا وارد حاجه تانية؟ احنا البرنامج الحالي ينتهي الشهر ده ان شاء الله. ينتهي خلاص. في برنامج جديد؟ يعني ما فيش حاجه معلومه عندي اقدر اتكلم فيها في هذا الامر. نعم. طيب امبارح كان في طرح خاص بالصكوك السياديه. احنا بنلجا لهذا الامر، هل ليه بنلجا له دلوقتي؟ هل عندنا يعني بنغطي ايه مين؟ هل ده ليه تبعات الفارق ما بين الصكوك وما بين السندات كمان؟ وده بيعني ايه؟ اتفضل. ولا تبعات ولا حاجه، هي كل القضيه ايه؟ القضيه انك انت يعني انت مثلا يعني عندك محل مثلا سوبر ماركت كويس، يا ترى تحط فيه سلعتين فقط ولا توسع عدد السلع على قد ما تقدر؟ توسع عدد السلع على قد ما تقدر. نعم. انت يعني عندك مشاريع وبتعمل نمو وعاوز تعمل في النقل وعاوز تعمل في مشروعات المياه الشرب والصرف طفره، وعاوز تعمل في مشروعات الريف المصري وتحسين حياه الناس طفره، وعاوز انك انت شبكات الطرق والكباري والانفاق تعمل فيها طفره، وعاوز وعاوز وعاوز. نعم. يبقى بتحتاج تمويل. يبقى بتحتاج تمويل. التمويل ده ممكن من الموازنه. بس قدرات الموازنه قدرات. اذا لو انت عاوز تعمل تمويل اخر بس ما يبقاش بيدفع الدين، بتفكر في صور التمويل الاخر. ادي حضرتك مثال. في مثلا حاجه اسمها الشراكه مع القطاع الخاص. على نعمل كده زي مثال اقول لك على حاجه. هو انت عملت كهرباء؟ نعم كهرباء. الو الو الو. الدوله ما حطتش فيها جنيه. اه الدوله كدوله طلعت من الخزانه العامه للدوله جنيه؟ لا. كلها قطاع خاص. ولما يطلع المنتج خده وادي للناس وبيعه. خلاص والعائد بتاعه بتدي للناس اللي طرد. وبالتالي التكلفه بتاعت المحطه دي مش موجوده عندك في الدين خالص. ولا انت طلعت لها جنيه من الموازنه ولا انت حاطط التمويل بتاعها من في الدين او كده. خلاص. نعم. انت استفدت انك عملت اكبر محطه انتاج طاقه كهربائيه من الطاقه الشمسيه في العالم، ولما يطلع المنتج انت محتاج المنتج، خد المنتج وبيعه للناس وادفع منه. خلصت. اذا عشان ما تفضلش اسير المتردد واللي خايف والبتاع، هو انت لما المحطه بتاعه بنبان اللي كل ما نروح مؤتمر بتاع يقول لك مصر لديها اكبر محطه في العالم لانتاج الطاقه الكهربائيه من الطاقه الشمسيه، حتى ياخد منك المحطه دي ويجري. انت عملتها خلاص. عملتها وبطلع لك انتاج. الفكره هنا ايه؟ الفكره انك انت عندك مشاريع وعاوز تنمو وعاوز تكبر وعاوز 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 تمويل، فبتفكر في صور التمويل المختلف. احد صور التمويل الصكوك. الصكوك هي صوره من صور التمويل متوافقه الطبيعه بتاعتها مع احكام الشريعه الاسلاميه، موجود ما يقترب من 3 تريليون في العالم لمستثمرين معاهم الفلوس دي بس بيحبوا النوع ده من الاستثمار. هي متوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه. هو في عيب ان احنا نعمل حاجه زي كده؟ هو يعني عندك ماليزيا واندونيسيا وبريطانيا والسعوديه والكويت والامارات كل العالم شغال بيها. نعم. بس انا مشكلتي ما عنديش معاها. نعمل قانون ونيجي اي مشروعات مستقبليه هنبنيها مشروعات وحابين نمولها بعيد عن الدين ونمولها بهذا النوع من التمويل،
يبقى عندي المظلة التشريعية بتاع. أدي لك مثال تاني. آه. في مستثمر دلوقتي موجود في العالم معاه فلوس بيقول لك أنا لن أستثمر إلا في المشروعات صديقة البيئة. الاقتصاد الأخضر. زي إيه يا عم؟ مشاريع طاقة متجددة. مشاريع مثلا الحاجات اللي هي ما بتعملش. نعم. وما بتزودش نسبة الكربون وما بتأديش لل حاجات صديقة البيئة. طب إيه بقى ده؟ السندات الخضراء. درسناها ولقينا إنه مصر تطلع سندات، وكنا أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا. نعم. أول تطرح ما يسمى بالسندات الخضراء، مشاريع بس أهم ما فيها إنها صديقة للبيئة، ما بتعملش تلوث. عندنا تلاقينا مشاريع بما يقترب من 2 مليار دولار بهذا الوضع. المستثمر قال لك أنا أخش أنا معاك في المشاريع. هو يعني عشان كده احنا قلنا السكوب ده برضو اداة تمويلية لمشاريع. مصر ما شاء الله عاوزة تكبر، عاوزة تنمو، عاوزة تعمل مشاريع في كل حاجة، عاوزة توفر فرص عمل لمليون شاب وشابة كل سنة بيتخرجوا من الجامعات بيدوروا على فرص عمل. فلازم اوفر مشاريع اللي يشتغلوا. فيبقى ده بيخش يقول لي شاولي على المشروع اللي موهب ويبقى من العائد بتاعه حق الانتفاع بتديني فلوس. هل احنا دخلنا بالمشروع دوت اللي هو مشروع السكوك السيادية وافق عليه مجلس النواب امبارح. وان شاء الله باذن الله لما نطرح هذا وفقا للمشاريع اللي تكون موجودة في الخطة بتاعت التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال العشر سنين القادمة. طيب هل في مشروعات من القائمة حاليا؟ في سيادة الوزير سمعني؟ الو سامع حضرتك. هل في مشروعات من القائمه حاليا، الحاجات الكبيره اللي احنا بنشتغلها او مشروعات قائمه، بعض بيتكلم قناه سويس وغيرها، ولا دي مش داخله في هذا الامر يا فندم؟ مفيش مشروع اتمول اموله تاني. ما هو اتمول واتعمل. احنا نتحدث عن لما نفكر مثلا عاوزين نعمل محطه لتحليه مياه البحر. كويس قوي. عاوزه تمويل. في واحد يقول لك ومال دي ميه والمية مفيدة للناس والناس. نعم. خلاص انا مستعد اخش معاك امول لك المحطة دي، والمية اللي بتطلع دي بطبيعة الحال بناخدها بنبيعها ومن عوائد البيع اديني فلوس. نعم. هو مبسوط، دي بالنسبة له تمام، والصياغة بتاعت التمويل مطابقة مع احكام الشريعة الاسلامية تمام، مبسوط. ادي القضية. مشروعات حلو. خلال العشر سنوات القادمة مستقبلية. يعني كل المشاريع الجديدة اللي انت محتاج تمويل ليها. واحد يقول لك ايه؟ طب والمشاريع القائمه؟ ما المشاريع القائمه يا فندم اتمولت خلاص. مولت. اتمولت وموجوده وشغال. هو الراجل بيفكر ايه المشاريع الجديده اللي انت عندك وعاوز لها تمويل. طيب سياده الوزير، النهارده واجتماع سياده الرئيس، الضريبه السنه دي قد ايه؟ الحصيله عندنا قد ايه؟ وفي كلام ويمكن بيان الرئاسه بيتكلم على زياده كمان السنه دي. والله الحمد لله. يعني في نمو في ايراداتنا الضريبيه عن السنه اللي فاتت، لكن طبعا اقل من المستهدف اللي كنا عملناه قبل كورونا طبعا نتيجه للظروف دي، لكن في نمو يعني الحمد لله رب العالمين يصل لما يقترب من 15. كام الرقم؟ يعني احنا لسه ما قفلناش السنه، السنة بتقفل في 30/6، فهننتظر لما ان شاء الله باذن الله نقفل السنة ده الارقام اللي احنا. زيادة عن العام الماضي. تقديراتنا ان احنا ان شاء الله باذن الله زيادة عن العام الماضي بحوالي 15%. انفاقنا زاد قد ايه؟ او هيزيد قد ايه؟ انفاقنا زاد ب 14% عن السنة اللي فاتت، قصدي السنة اللي فاتت ب 14%. طيب السنة المالية القادمة خطتنا ايه ليها؟ احنا السنة المالية القادمة مستهدفين برضو تحسين الاجور بتاعت الناس والمعاشات، ضخ اموال ضخمة في الاستثمارات العامة للدولة، ومستهدفين نعمل نمو ما بين 5.4 إلى 5.6، ومستهدفين نخفض العجز بتاعنا الى 6.7، ومستهدفين نعمل فائض اولي 1.5%، يعني بنتكلم في 100 مليار او كده. وايضا مستهدفين طبعا ان احنا نخفض الدين بتاعنا يعني تحت 90% ان شاء الله باذن الله. ويعني اهم حاجه انه نخلق فرص عمل، اهم حاجه ان احنا نكمل المشاريع الضخمه اللي موجوده في البلد واللي دلوقتي على راسها
مشروع تنمية القرية المصرية، بالإضافة لمشاريع ضخمة جدا، تبطين الترع، الري الحديث دوت، بدل الري بالغمر، مشروعات تحلية مياه البحر، المخطط بتاعته، يعني عندنا مشاريع ضخمة. يعني محتاجة قد إيه في الموازنة الجديدة المشروعات اللي بتتكلم؟ يعني تغير وجه الحياة في مصر. سيادتك محتاج المشروعات اللي كلها محتاجة قد إيه في الموازنة الجديدة؟ يعني احنا حاطين يعني في الموازنه الجديده الاستثمارات ازيد من 300 مليار، ده ايه؟ هي من الخزانه. في طبعا جهات تانية بتعمل استثمارات، كل الهيئات الاقتصاديه بتعمل استثمارات من موازنتها خارج موازنه الدوله، يعني مثلا هيئه المجتمعات العمانيه بتضخ استثمارات ضخمه جدا جدا. نعم، فاحنا موازنه الدوله 300 مليار. احنا يعني قرب 300 مليار من موازنه الدوله. الريف المصري فيه جزء من عندكم ولا كله من خارج الموازنه؟ يعني احنا حاطين 75 80 مليار من جوه الموازنه. من جوه الموازنه في الريف المصري. اللي هيتكلف حضرتك بتقول النهارده رقم كمان ممكن يصل ل 800، مش 700 ولا 500. يعني احنا لما قلنا البدايه لما كان سياده الرئيس يعني اعلن عن المشروع كانت تقديرات اوليه 600، بس احنا بنعتقد ان التقديرات ديت هتعلى الفترة اللي جاية، يعني مع بداية التنفيذ وكده قد تذهب ل 700، قد تذهب لأكثر من ذلك. سيادة الرئيس النهارده كان ليه توجيه مهم حوالين القطاع الخاص والشراكة ودور القطاع الخاص ودعمه. إيه توجه الحكومة في هذا الأمر؟ بالفعل يعني سيادة الرئيس قال إحنا محتاجين الفترة القادمة يعني كل الدعم اللي نقدر نديه للقطاع الخاص عشان يخش ويشارك بقوة وبفعالية ويزداد دوره في الاقتصاد والنمو الاقتصادي، وإحنا يعني نعتمد على بس وحتى ثم على القطاع الخاص، هو اقدر مننا في توفير فرص العمل، هو يعني عنده كفاءه. فسياده الرئيس وجه انه الحكومه يعني تبدا تاخد اجراءات خلال الفتره القادمه ان يعني القطاع الخاص دوره يزيد في الاقتصاد القومي، ويعني يكون معانا شريك اساسي في المرحله القادمه في نمو الاقتصاد. ده مش معناه ان هو ما كانش، بالعكس اللي هو معانا احنا عاوزين نزود دوره في الاقتصاد وفي الحركه الاقتصاديه الفتره القادمه ان شاء الله. دكتور محمد مهيط وزير ماليه، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.